سؤال النهاردة بيقول ربنا بيقول قل أعوذ برب الفلق، يعني إيه كلمة الفلق؟ لو قلت لك هفتي، وأنا ما بحبش هفتي. هو الفالق الحب والنوى، قادر بمقدرته سبحانه وتعالى، قادر بمعجزاته وقادر على كل شيء. طبعا رب الفلق اللي هو رب الكون كله، اللي خلق الكون وخلقنا طبعا، وليه أفضل علينا، وإن تعدوا نعم الله لا تحصوها. ليل ونهار قل أعوذ برب الفلق، يعني هو اللي بيتكلم على الحسد. أيوة، كلمة الفلق بقى معناها إيه؟ مش عارف رب الفلك. يعني هو صعب الكون كله يعني مثلا. بنفكر حضراتكم بسؤال حلقة النهاردة، لما ربنا سبحانه وتعالى قال قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. السؤال بيقول بقى يعني إيه قل أعوذ برب الفلق؟ يعني إيه كلمة الفلق أو من شر غاسق إذا وقب؟ رب الفلق هو الانشقاق أو فالق الحب، يعني إيه هو الانشطار. الانشطار أو الانشقاق. ربنا نستعيذ برب الانشقاق، فالق الحب والنوى، اللي هو بيخرج النوى من انشقاق البذرة، فبتخرج النوى النبتة من البذرة. وبالنسبة لكل أعوذ برب الفلق، ربنا بيستعيذ بالرب الذي يخرج النبات، إن ربنا يحفظنا من شر إيه ما خلق. بس في الصوره بقى انشقاق، اي معسل في الصوره مش موجود انشقاق النبات في الصوره بقى، معنى الفلق ايه؟ الفلق ممكن هو يكون ايه، فلق الصبح مثلا. الصبح. طب خلينا نشوف كده استاذنا هيقول ايه. المولى عز وجل بيقسم بالفلق، وهو ظهور الفجر وانشقاق الصبح، ظهور الصبح. فهنا العظمة في كيفية خروج النور من الظلمة. صحيح، جل جلال الله. طيب قول لنا بقى يعني ايه كمان غاسق اذا وقب؟ الغسق هنا معناتها غروب الشمس وافولها، وذهاب الشمس بعد ظهورها، يعني الليل لما يقبل بظلامه يعني. نعم، هو ده الغسق. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، هو يعني قال جزء من الاجابة. اتفضل. إذن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن احنا نستعيذ برب الفلق، والفلق معناه الصبح إذا أقبل بضيائه، وغاسق إذا وقب الليل لما يقبل بظلامه. استعيذوا بالله تبارك وتعالى وتحصنوا بصورة الفلق. شوف حضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم معلومة وجايزة.